بعث حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزيه ومواساة الى اخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في ضحايا حادث حريق كنيسة في محافظة الجيزة والذي اسفر عن وقوع عدد من الوفيات والاصابات وأعرب جلالة الملك المعظم في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأخيه فخامة الرئيس المصري وللشعب المصري الشقيق ولأسر الضحايا، مؤكدا جلالته تضامن مملكة البحرين مع شقيقتها جمهورية مصر العربية في هذا الحادث الأليم، راجيا جلالته لأهالي الضحايا جميل الصبر وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.